الأهلي والاستعداد للإنتاج الحربي في 6 مساء. حالة دومينيك مطمئنة ويجري تجهيزه لمباراة الجمعة. عبد الحفيظ حطمنا نغمة الأهلي لا يفوز بالأجانب. متى بيعقد قرانه السبت في حضور جوزيه؟ معوض لن أرحل عن الأهلي ولا أفكر في الاحتراف. شيكابالا مهدد بالإيقاف بسبب هتافاتي ضد الأهلي. نظام إفريقي جديد لتصفيات كأس العالم. زيدان لم أتناول الخمور في احتفالية الدوري الألماني. امبارح طبعا جماهير النادي الأهلي أصابها الهلع ساعة ما دومينيك جاله الشد في مباراة امبارح أمام وادي دجلة. ما فيش كلام، كان مميز جدا امبارح دومينيك، أداؤه كان قوي جدا، قدر أنه يسجل هدف الفوز للنادي الأهلي من تصديدة صاروخية. أعتقد دي واحدة من تسديدات دومينيك اللي جت في العارضة، يمكن هاني مجهز لنا كام واحدة لدومينيك كده. كان امبارح مميز جدا جدا جدا، ودي يمكن الكرة الثانية اللي راوغ فيها أكتر من لاعب وحاول يعدي رامي حارس مرمى وادي دجلة، لكن رامي قرى بسرعة دومينيك هيعمل إيه وقدر انه ينقص فريق وادي دجله من فرصه خطيره جدا. المهم دومينيك عنده شد خفيف، وده لا يمنعه من المشاركه في لقاء يوم الجمعه ان شاء الله بين النادي الاهلي ونادي الانتاج الحربي. يعني انا بحب في البدايه كده اطمن جمهور النادي الاهلي، لان بالفعل امبارح جمهور النادي الاهلي وكتير بقوا يسالوني على حال دومينيك. عموما انا عارف ان جمهور الاهلي غير راضي عن الاداء، واضح جدا الأداء برضو مش حلو، لكن المكسب تحقق، لازم انك تفضل ماشي خطوة بخطوة، ما تبعدش، لازم تفضل ماشي. المكسب تحقق، هذا هو الهدف. بعض لعيبة النادي الأهلي يقول لك أهم حاجة 3 نقاط في هذه المرحلة، أهم حاجة انك تفكر ازاي تاخد 3 نقاط من كل مباراة. الأهلي عنده مجموعة مباريات في منتهى الصعوبة الفترة اللي جاية، هيلعب الإنتاج الحربي، عنده بعد كده بتروجيت، إمبي، بعد كده اسماعيلي، زمالك، يعني مباريات في منتهى الصعوبة. أعتقد أن البطل لازم يفكر في الكل سواء، وهو 3 نقاط، هي ده الحل الوحيد للأهلي في الفترة القادمة، وأعتقد هو ده رقم واحد اللي بيسعى له مستر مانويل جوزيه وجهازه الفني مع اللاعبين، ثم بعد ذلك يتم النظر إلى الأداء. ولكن جمهور النادي الأهلي تعود على أداء زائد نتيجة.